في حدود للنظر بين الولد وبين البنت. أيوة. الجمهور العلماء قالوا ان القدر المتاح للولد ان هو ينظر ليه للبنت الوجه والكفين. بالظبط. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، الوجه والكفين. فالجمهور العلماء قالوا ده قدر مناسب جدا جدا للولد انه يقدر يحدد من خلال الوجه او الكفين شخصيه البنت اللي قدامه. الوجه بيقدر يحدد الملامح الجماليه، هل البنت بوشها ده بوجهها ده مناسبه ليا ولا لا، الجمال بتاعها مناسب ليا ولا لا. طب والنظر للكفين؟ قال النظر للكفين او اليدين بيقدر يحدد موضوع يعني الـ يعني الصحه والمرض، هل هي صحيحه ولا مريضه ولا من ايديها، من ايديها، هل هي يعني يعني نحيفه ولا مش نحيفه. فهنا الـ العضوين دول الوجه والكفين بيدوا للولد يعني النتيجه المناسبه اللي من خلالها يقدر يدخل يكمل في الزواج. لكن موضوع النظر للشعر والنظر لا، كثير من العلماء منعوا الموضوع ده لأنه ممكن يترتب عليه فتنة ويترتب عليه مشكلة طبعًا. إضافة أن ممكن الزواج أصلا ما يتمش، ممكن ما يحصلش يعني نصيب زي ما بيقول. فدخلنا في قصة تانية. فالأولى الاقتصار على الوجه والكفين، وده فيه القدر المناسب للشخص. جميل.